الطبي لحلقة اليوم. والماء الأبيض هو مرض يصيب عدسة العين فيعتمها مما يسبب ضعفا في البصر. غير أن جراحة الفيمتوسكند ليزر تعد بنتائج دقيقة. للحديث عن هذه التقنية راح يكون معنا الدكتور محمد هشام علي، هو استشاري طب وجراحة العيون، وراح يجاوب أكيد على كل أسئلتنا. تفضلوا معنا. صباح الخير دكتور، أهلا، كيفك؟ إذا دكتور، بس لما نتكلم عن الموية البيضاء كثير نسمع عنها، البعض ما بيعرف هي إيش بالضبط أو كيف تتكون، ولكن إذا ممكن تعطينا فكرة مبسطة عنها. هي المية البيضاء عبارة عن عتامة في عدسة العين، في جوه عينينا في حاجة اسمها العتامة العدسة الكريستالية. نعم. ودي بتعتم، وده شيء طبيعي بيحصل لكل الناس. كل الناس لو عاشت لسن معين هيحصل لهم مية بيضاء زي شعرنا البيض. نعم. كلنا هيحصل لهم مية بيضاء. في ناس بيجي لهم ناس تانية نتيجة تاريخ عائلي، نتيجة سكر أو إصابات أو ساعات. مش بالضرورة عمر. لا مش بالضرورة، في عوامل تانية، في عوامل. حتى أطفال ساعات بيحصل لهم مع الحاجات الخلقية والإصابات والالتهابات، ساعات الالتهابات بتعمل كده. فالمية البيضاء هي عتامة في عدسة العين، وده في الكبار ما بتعتبروش مرض، ده يعني عامل سن، حاجة بتحصل من كل الناس. طبيعي. آه بس في عمر صغير بيعتبر مو طبيعي، أو أعراضه إنه ما بيشوف واضح. ما بيشوفش واضح، أو يشوف زي كأنه شايف من إزاز مش نظيف. من النافذة مش نظيفة. مغبرة. طيب لما نتكلم عن فيمتوسكند ليزر، هو ما هو كثير جديد، صار له سنتين مثل ما خبرتني قبلها، ولكن خبرني أكثر عن هذه التقنية، وهل بتفيد كل الحالات ولا لا؟ معظم الحالات ممكن تفيدهم، ما عدا لو في عتمات كثيفة في القرنية، ده ساعتها مش بينفع، أو لو العدسة لخلخة شوية دي برضو حالات ما بتنفعش فيها كتير. لكن معظم، مثلا نقول 95% أو أكتر من الناس بيحصل لهم، بينفع لهم المية البيضاء بالليزر. وكيف التكنيك يعني القائم على هذا الليزر؟ الليزر هو ما هو إلا سلاح. الليزر ده بنعمل بيه كل حاجة، ممكن نقطع بيه أنسجة، ممكن نكوي بيه أنسجة، ممكن نبخر بيه أنسجة. فالفيمتوسكند ليزر ده من الحاجات اللي بتبخر الأنسجة. لما بنعرض العدسه، اولا بيقطع علينا الكبسوله العدسه بدقه شديده جدا، بنفس القطر اللي احنا عايزينه، في المنتصف اللي احنا عايزينه، حاجات دقيقه جدا بالمايكروميترز، يعني حاجات دقيقه جدا. كمان بيقطع لنا العدسه حتت قطع صغيره، بحيث ان احنا ممكن نشيلها بطاقه صغيره جدا من الموجات فوق الصوتيه، عكس اللي كنا بنعمله قبل كده. لو عدسه كثيفه كان لازم نستخدم طاقه كبيره داخل العين علشان نشيل الميه البيضاء، وده ساعات بيأثر على الخلايا الداخليه بتاعت العدسه بتاعت العين من الداخل. فممكن يحصل لا قدر الله حاجه بنسميها اضطرابات في وظائف القرنيه او تقدم القرنيه، وده بيأثر على نتيجه العمليه. لكن كم دلوقتي نسبه امكانيه الاصابه بهذه الاضطرابات؟ لو بالشخص الطبيعي، يعني ده معتمد على مدى كثافه الميه البيضاء، ممكن توصل 10% ساعات بيحصل لهم كده. ساعات بتبقى حاجات مؤقته لكن تتحسن مع الوقت، لكن برضه بتبقى يعني متعبه للمريض في الفتره الاولانيه. كم تستغرق عاده العمليه؟ حوالي 10 دقائق، 10 دقائق ربع ساعه. بنعملها دلوقتي بتاخديك بس بالقطره، يعني بدون ابر، بدون حاجه، بنعمل بس حط قطره مخدره. وما بيشعر المريض باي شيء؟ يمكن ضغطه بسيطه، لكن اقل كتير من لما نديله ابره في العين، وبالتالي ما بنقفلش حتى العين بعد العمليه، بيطلع وفي خلال ساعتين ثلاثه بيكون شايف كويس. او بيمارس حياته الطبيعيه، ولازم يلبس نظاره ولا شيء؟ نظاره شمسيه في الشمس، اربع حاجات بنقول له دايما روتيني، بنقول له عليها بعد العمليه، ما يسكتش مثلا في الصلاه، ما يدعكش في عينيه، ما يدخلش ميه داخل العينيه عشان التلوث، ما يشربش حاجات تقيله. بس ده لمده اربع خمس ايام، وبعد كده ثاني يوم ممكن يسوق. وفي ناس بتروح سايقه، بس احنا ما بنفضلش كده. طيب احتياطا، بس انه يكون في شخص مصاحب لي. اكيد. جميل. كمان هو نفس التقنيه هذه او العلاج هذا هو نفسه نفس اي علاج اخر لاي مرض اخر، انه كل ما جاء المريض بدري كل ما كانت نسبه النجاح اعلى. اكيد اكيد، ولو ان المايه البيضاء في حد ذاتها نسبه نجاح عاليه جدا، خصوصا مع التقنيات الحديثه. واحنا دلوقتي ابتدينا نعمل، يعني المايه البيضاء ما عادتش مجرد ان احنا بنشيل عتامه او كده، لا، المايه البيضاء دي بقت بتخلي المريض يشوف 6/6. يعني المريض اللي عندنا لما بيشوف 6/6 بعد العمليه بيقول العمليه مش ناجحه، وخصوصا لو قارن بمريض تاني. فاحنا 6/6 ده خلاص بقت حاجه عاديه عندنا. نعم. العدسات اللي بنزرعها بقت عدسات عاليه التقنيه جدا، بيصلح لها كل حاجه، حتى القراءه دلوقتي بنعملها بتساعد فيها المايه البيضاء، بحيث ان احنا ممكن نشوف القريب والبعيد. حلو، بنحب دائما نتفائل. شكرا لك دكتور محمد، يعطيك الف عافيه، ويومك سعيد ان شاء الله. شكرا، مع السلامه.